أهلا وسهلا بكم. قبل ما ندخل لعالم ماد ماكس الجديد، شو حابين تعرفوا عن هالمغامرة؟ رجع لنا المخرج الكبير جورج ميلر عشان يقدم الجزء الخامس من سلسلة ماد ماكس الأسطورية، وبيشارك فيها الجزء النجمة الرائعة أنيا تايلور جوي مع كريس هيمسورث. بريك تايمي زوين بوينت هامنث. بتدور أحداث الفيلم عن بنت صغيرة بتصير إمبراطورة في عالم مدمر بعد نهاية العالم. استعدوا لمغامرة قوية مليانة أكشن وإثارة راح تخليكم على أعصابكم. يا ترى فضوليين تعرفوا تقييم الفيلم؟ حصل الفيلم على تقييم عالي كتير، 8 من 10 على موقع IMDB العالمي. أكيد واحد من أقوى أفلام المغامرات والخيال السنة. لا تفوتوا فرصة الانضمام لهالمغامرة الرائعة في عالم ما بعد الدمار. ماد ماكس بانتظاركم. استعدوا للإثارة